مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان عبر شاشة قناة البلد الفضائية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد عبر برنامجكم سبورت سكرين، واستعراضنا لأبرز وأهم وآخر أخبار كرة القدم المحلية. أحداث كثيرة في الساحة المحلية مع نهاية العام، وبكل تأكيد انتخابات نادي المريخ تسيطر بشكل كبير جدا على اهتمام جماهير المريخ وجماهير الرياضة في السودان، خاصة مع التنافس المحتدم بين جناحين المجلس السابق بقيادة القنصل حازم مصطفى ولجنة التسيير الحالية بقيادة أيمن المبارك أبو جهبين، والأزمة التي يعيشها المريخ منذ أكثر من 3 سنوات. البعض يتحدث هل ستكون هذه الانتخابات هي نهاية هذه الأزمة ويعود الاستقرار الإداري للمريخ، المجابه بكل تأكيد باستحقاقات كبيرة أبرزها دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. نحاول في الفقرة الأولى من سبورت أن نسلط الضوء على انتخابات نادي المريخ، معنا برئيس الانتخابات الدكتور حاتم الليلي، وفي الفقرة الثانية انتخاب اتحاد جديد، اتحاد السوداني للجمباز برئاسة مولانا محمد عثمان الخليفة، أيضا هذا المنشط الذي كان له الكثير من النجاحات والإنجازات التاريخية في فترة من الفترات، كيف من الممكن أن يعود من جديد للواجهة. ولكن نبدأ بانتخابات المريخ، ونسعد كثيرا بأن يكون ضيفنا اليوم نائب رئيس لجنة الانتخابات والناطق الرسمي باسم اللجنة الدكتور حاتم الليلي. دكتور حاتم مرحبا بكم، شرفنا في قناة البلد. مرحبا بك أخونا الأصغر محمد خير، والمنطلق للنجومية موفق إن شاء الله. شكرا لك يا دكتور. أقامة النجومية. تسلم يا يعني دكتور، أشكرك جزيل الشكر. بداية يعني دعنا نتعرف على العدد الكلي للناخبين، الضوابط الخاصة بالانتخابات التي من المقرر أن يتم انعقادها يوم 30 من هذا الشهر. ينبغي بداية أن الناس تعرف أن هذه الجمعية العمومية المزمع قيامها في 30 من هذا الشهر. ما هي وليدة 30 من ديسمبر، لكن هي أصلا قامت منذ فترة من تاريخ 12-11 خاطب من المجلس بقيام الجمعية العمومية، وبالتالي طوالي شرعت لجنة الانتخابات في إعداد جدول الإجراءات، وجدول الإجراءات كله تم تنفيذه بما فيه من مواعيد وبما فيه من ضوابط إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم. والآن الفترة اللي شغالين فيها الآن هي فترة زي إعلانات للمرشحين، كل زي بيعلن عن نفسه عشان يدخل الانتخابات. نعم، طيب يعني هذه الانتخابات هي بكل تأكيد تأتي بعد فترة حرجة بالنسبة للمريخ من حل مجلس سابق بسبب قرارات كاس، إعلان لجنة التسيير، حل لجنة التسيير وإعلان لجنة أخرى. يعني البعض ينتظر أن تكون هذه الجمعية على اعتبار أنه هذه الانتخابات مفترض تكون مخرج للأزمة المريخية، أن تكون منضبطة تماما من كل التفاصيل ولا تسمح بأي حال من الأحوال للطعون. يعني إلى أي مدى أعدت لجنة الانتخابات العدة من أجل أن تخرج هذه الانتخابات بما يعني يتوافق مع أحلامها للمريخ بأنها تصنع استقرار ومجلس مستقر للنادي؟ طيب خلينا نقرر مسألة مهمة جدا جدا، أن المريخ زي ما بقوله هو من أعظم الفرق الموجودة الآن في السودان، ومن أقدم الفرق الموجودة في السودان. هذا العظم بتاع المريخ جاء معاه عظم المشاكل الموجودة فيه، حصلت نزاعات في فترات مدة 3 سنين في مجالس مختلفة، والآن لكن لجنة الانتخابات الآن المنتخبة في تاريخ 27 مارس 2020 هي الآن اللي بتدير العملية الانتخابية. طيب هذه اللجنة بصراحة يعني بنقول إنها دائرة تخرج بالمريخ من أزماته، تخرج بالمريخ من مشاكله إلى الاستقرار. نعم. طيب حاولنا بكل جهد بأن بصراحة في هذه الانتخابات وفي إجراءاتنا نفسها أنه نعمل على استقرار المريخ، لأنه يا أخوانا من غير استقرار المريخ، المريخ ما حيتقدم. ونشوف أنه 3 سنوات الفاتت حصل فيها المشاكل دي كلها، المريخ تردى كيف؟ أنت الآن لو دخلت الاستاد تبكي مناسبة. أنت الآن عشان نحن نصرف على المريخ مشكلة، نحن عشان نجيب اسم المريخ الناس كلها تتكلم. الآن الثقافة في المريخ نفسها أصبحت الثقافة بتاع الطعون. صحيح. أنا محمد خير، أنت قبل ما تعلق الورقة بتاعت الانتخاب بتاعتك واحد بيكون شايل الطعن موجود. ليه الطعن؟ من أجل الطعن. نحن مع القانون، أي خرق للقانون
في جهات قانونيه اعلى مننا ممكن الناس يقوموا يشيلوا، لكن الطعن اصبح لي الطعن. انا بامل بانه والله هذه الانتخابات ان شاء الله تكون مخرج للمريخ، للمريخ من هذه المرحله. طيب نحن عشان المساله دي تطلع للاستقرار، لجنه الانتخابات عملت شنو؟ نعم. طيب لجنه الانتخابات قالت على نفسها انه والله هذه الانتخابات تخرج بالصوره القانونيه المثلى. عملنا كل الجداول القانونيه بما تسمح للناخبين او لاعضاء الجمعيه العموميه بارتياح بانهم يطعنوا في كل اجراء موجود، سمحت لهم فرصه بانهم يطعنوا في بدايه في العضويه، نشر الكشفات والكشفات العضويه. نعم. ثانيا في اي قرار تم من خلال اجراءات الجمعيه العموميه بواسطه لجنه الانتخابات. سمحنا بكل، عملنا في الجداول نفسها تواريخ للطعون، وبالتالي دي الطعون دي حمايه لنا نحن ذاته عشان نمشي في اجراءات سليمه. فالحمد لله لغايه الان نحن يعني زي نقول ناجحين. نعم. طيب فيما يختص بالعضويه، اصلا العضويه احنا في نادي المريخ حسب الدستور بتاع المريخ او النظام الاساسي بتاع المريخ عندنا لجنه تسمى لجنه العضويه. هذه اللجنه مهمتها انها تعد للعضويه وتنشر الكشوفات وتقبل الطعون في انه اذا كان واحد من الناس اسمه سقط، لغايه ما وصلنا الى الكشف النهائي للعضويه والبالغ قدره 2898. وانا بعتقد انه هذا الرقم تقريبا ما وصل له قبل كده نادي، ولا وصل له نادي المريخ نفسه في العضويه، وده يدل على انه الناس حريصه انها تقيم يعني رغم انه رقم قليل قياسا بشعبيه المريخ. هو طبعا لا 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 الازمه ما ازمه القله، ما ازمه مريخيه، ازمه ثقافه في دخول. نعم. العضويه، لانه هذه برضه ايضا الهلال بحجم الموجود صحيح برضه تلقاه حجم العضويه الفعاله ما هي الحجم المطلوب يعني. كذلك حاصل في المريخ انه الحجم بتاع شعبيه المريخ كبير جدا جدا، والناس الان ما يكاد تكون ذره في رمال، لكن اخر النهايه دي العضويه الفاعله، وما ما عندنا طريقه غير نقوم نتفاعل من هذه العضويه الفاعله. طيب يعني الانتخابات هذه المره ستقوم عن طريقين، طريق يدوي مانيوال عادي وطريق الكتروني. انت الان تتحدث عن اجراءات الجمعيه العموميه واجراءات. نعم. الانتخاب. عندنا الكشف النهائي للعضويه، ونحن اقترحنا لدخول الجمعيه العموميه نفسها. نعم. طريقتين، ده كله عشان نضمن الشفافيه. عندنا جدول معد مانيوال اللي هو دفاتر. نعم. يدويا معد يدويا هارد يعني. وعندنا سيستم موجود الكتروني موجود يسمى سيستم العضويه لدخول الجمعيه الانتخابيه. طيب انت اول ما تيجي خاش الجمعيه العموميه بتلاقيك الدفاتر الورقيه، صحح فيها صححت فيها، عندنا رقم اسمك ورقمك موجود في الحاسب الالكتروني بيدق، اول تدق الرقم يجيك اسمك، تدق الاسم يجيك رقمك يكرر دخولك يعمل لك حضور. اذا انت عمل لك حضور ثاني خلاص انت دامك. طيب اذا وصل العدد الى النصاب القانوني طوالي السيستم ذاته يديك زي 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 لايت بانه والله يا اخي نعم وصل النصاب القانوني. فيما يختص بالنصاب القانوني طالما العضويه 2898 يبقى النصاب النص زائد واحد حسب. نعم. النظام الاساسي 50 زائد واحد. ال 50 بتعمل معانا 1449. 1450 ده النصاب عشان يزيد لنا. نعم. واحد. اذا تم النصاب ان شاء الله الناس بتخش وبعد ذاك تبدا عمليه التصويت ان شاء الله. نعم. طيب اذا لم يكتمل النصاب الاجراءات حتكون كيف؟ حسب النظام الاساسي في اليوم الاول. نعم. في اليوم الاول انه انت خلال 24 ساعه بترفع الجمعيه العموميه خلال 24 ساعه تقييم جمعيه ثانيه. ونحن كان ممكن خلال، لانه كلمه خلال دينا بالنسبه لي كشخص قانوني، كلمه خلال دي بتسمح بين الثانيه الاولى بعد الاعلان عن الجمعيه. نعم. الى قبل ثانيه من نهايه ال 24 ساعه دي كشخص قانوني، لكن. نعم. احنا قالينا نفسنا مساله تكون فيها بعض البراح بحيث انه تكون في يوم ثاني للجمعيه، وحسب النظام الاساسي بنعقد الجمعيه بثلث الاعضاء. نعم. وفي حال ما اكتمل ثلث الاعضاء في اليوم الثاني، اكتمل ثلث الاعضاء بترحل اليوم الثالث، وباي عدد من الناخبين ممكن التصويت يبدا. نعم. يعني لو جاني شخصي واحد انا بقيم الجمعيه بتاعتي وبخليه يصوت. نعم. وتنتهي الانتخابات على هذا الاساس. لو جاء شخص واحد هو اللي يختار اعضاء مجلس. أيوة. الاداره يختار زي. نعم. هو اللي يصوت انتهى. بس الحاله الوحيد. نعم. لانه النص قال اي عدد.
والعدد ده بيبدأ من واحد. نعم. طيب العدد بيبدأ من واحد، فأي عدد غير واحد غير محترف به، وبالتالي الواحد بيعمل نصاب وبيعمل ينتخب مجلس إدارة يعني. صحيح. طيب يعني معروف أن هناك نوع من أنواع الاحتقان الموجود في المجتمع المريخي بسبب الظروف التي تحدثنا عنها في الـ يعني التي مر بها المريخ في الفترة السابقة، يعني إجراءات تأمين هذه الجمعية العمومية في ظل يعني بهذه الحالة من السخط الموجودة لدى عدد كبير جدا من جمهور المريخ. والله يا اخي يعني يكون من العيب ان الواحد ما يتكلم عن المشاكل الموجوده في المريخ، وانت صحيح. الان تطرقت نعم. لها، ان كان هي مساله حساسه، لكن اخر النهايه نعترف بدايه انه في تشاكس حاصل في المريخ، في المجلسين، في مجلس واحد، في الناخبين نفسهم، في العضويه نفسها، تشاكس كبير جدا جدا. صحيح. يعني لجنه الانتخابات يعني اعدت نفسها لهذه المساله، وقالت على نفسها بانه ان شاء الله تخرج هذه المساله بصوره امنيه كبيره جدا جدا. طيب نعم. نحن استعنا بقوه شرطيه كبيره جدا جدا جدا، بما فيها من الرتب، بما فيها من الافراد، تبلغ عددها 70 نفر، 70 شرطي موجودين عشان يامنوا هذه الانتخابات، فضلا عن عندنا 2 وكلاء نيابه موجودين في الجمعيه العموميه بتاعتنا، وكيل نيابه موجود معانا في الغرفه بتاعت العمليات بتاعتنا، نعم. ووكيل نيابه موجود في القسم، بحيث انه اذا حصلت اي شيء يحرر لنا بلاغ. وانا اتمنى ان احنا بنحاول الايام اللي فاتت دي في اثناء اجتماعاتنا في نادي المريخ بانه نبصر الناس ونوعيهم بانه يا اخواننا الموضوع، خلينا نكون نقدم صوره حضاريه لانتخابات المريخ ونبعد عن المشاكل. خلونا نكون مختلفين لكن ما نكون متنازعين. في نعم. فرق بين الاختلاف والنزاع، الاختلاف ده لا يفسد للود قضيه، لكن النزاع ربنا سبحانه وتعالى سماه فشل. نعم. قال لا تنازعوا فتفشلوا. صحيح. طيب نتيجة. دكتور حاتم، يعني لجنتكم نفسها، لجنة الانتخابات نفسها، لم تسلم من الانتقادات ولم تسلم من الطعونات، والبعض ذهب إلى أكثر من ذلك وشكك حتى في شرعيتها وإنها لا تملك الحق القانوني في أن تعين لجان التسيير وما إلى ذلك. يعني إلى أي مدى من الممكن أن هذا الأمر يفتح باب طعون؟ أنت ذكرت قبل قليل أن هناك بعض الجماهير يعني تحمل طعونة في جيبه، وهو أمر موجود في المريخ وموجود أيضا في الهلال. وأيضا يعني كيف يمكن لجمهور المريخ أن يضمن الاعتراف بنتيجة هذه الانتخابات بما يعطي المجلس الجديد المنتخب يعني إن شاء الشرعية الله. القانونية التي تجعله يمارس مهامه دون أي خوف من طعون؟ طيب يا أخونا أحمد خير، سؤال جيد جدا جدا. بداية يا أخونا لابد نعرف أنه نادي المريخ هو نادي منتمي إلى الاتحاد السوداني لكرة نعم. القدم، يعني نادي نعم نعم هو مستقل عن الاتحاد السوداني لكرة القدم، لكن المرجعية الأخيرة اللي هو القانونية اللي بتديه الباور الاتحاد السوداني لكرة القدم اللي هو عضو في الفيفا. تمام؟ يبقى بالتالي هذا التدرج لابد انه يكون موجود عشان يديك الثقة. طيب صحيح. الجمعية العمومية نفسها مع وجود الأجسام الموجودة دي، الجمعية العمومية نقر بأنها هي الوحيدة اللي بتقرر في مسألة المريخ. صحيح. لا فيفا ولا اتحاد السودان لكرة القدم ولا أي جهة ثانية ولا كاس ولا أي جهة، الجمعية العمومية لكرة القدم هي التي تختار. طيب هذا الاختيار ما بيرفع للاتحاد السوداني لكرة القدم بما فيه من ضوابط، إذا لقى ضوابط سليمة الاتحاد بيجيز وبيتعاون مع هذه المسألة وبيرفعها للجهات الأعلى. طيب اللجنة بتاعتنا نحن منتخبة في 27 مارس، معروفة يعني. نعم. طيب الاتحاد السوداني احترف بها في يوم 26/8، احترف بها تماما، اللجان المخرجة من الخارجة منها. نعم. لجان اللي هي اللجان العدلية كلها اللي خرجت من هذه الجمعية احترف بها تماما. طيب هذه نحن يا اخواننا الان بنتكلم عن انتخابات. يعني ما اعتقد انه في احتراف اكثر من انه السودان الاتحاد السوداني لكرة القدم يخاطبنا عبر الامين العام بتاعه ويسمي لنا هؤلاء اشخاص. نعم. فلان وفلان وفلان هم المراقبين او المشرفين على جمعيتنا عندكم. نعم. طبعا كانت وجهة النظر القانونية فيما يتعلق به لجنة الانتخابات بأن هي لجنة خاصة مشرفة فقط على الانتخابات وليس من حقها تعيين لجان التسيير، وأن هذا الحق هو حق أصيل للجمعية العمومية، ربما يعني كان اللغط موجود فقط. لا لا لا، هو حسب النظام. نعم. حسب النظام الأساسي لو رجعت للمادة 41 من النظام الأساسي لنادي المريخ بتجد إنه لجنة الانتخابات الحق اللي استعملته في تعيين لجان التسيير هو حق مستمد من هذه وما بتجد مخالف في هذه المسألة. نعم. أصلا لا تجد مخالف في كشخص
قانوني يقول لك والله الحق ما حقها، لا الحق حقها. لا المخالف كان موجود وكان قاعد في كرسيك ده ذاته، دكتور كمال محمد الامين، بوجه له تحيه كبيره جدا. كان دكتور هو كمال محمد محمد نعم الامين انا احترمه جدا جدا، لكن قد يكون لا يطلع، ما يكون قد يكون ما يطلع على النظام نعم الاساسي لنادي المريخ، لكن انا بقول لك الان وانا مسؤول عن هذا الكلام ماده 41 انه في حاله خلو العضو الجميع ما في نعم اعضاء خلو، مساله معروفه نعم لجنه يعني الانتخابات هي صحيح طوالي. نعم تجاوزنا هذا الامر، وعلى لجنه الانتخابات تمارس بعملها في الاشراف على انتخابات مجلس اداره نادي المريخ. نعود الى نقطه الاعتراف، يعني هذه النقطه تحديدا لا تثير قلق جمهور المريخ، هي تتحدث انه تم انتخاب في حديقه المورده مجلس بقياده القنصل حازم مصطفى بحضور كبار المريخ باجراءات لجمعيه عموميه باعتراف الاتحاد الدولي لكره القدم، ولكن لم يسلم من الطعون، لم يسلم من محكمه كاس، لم يسلم من مناهضه مجلس اخر بقياده ادم سوداكال. يعني ما الذي يجعل جمهور المريخ الان يطمئن لهذه الاجراءات الانتخابيه، وان المجلس الذي سيتم انتخابه في 30 ديسمبر سيحظى بالاعتراف المحلي من اتحاد كره القدم ودول الاتحاد الدولي، وبالتالي يستطيع ان يمارس مهامه دون اي خوف من اي طعن. طيب خلونا نقول بدايه يا اخواننا بصراحه ازمه المريخ، وانا في رايي الشخصي نعم الاتحاد السابق لكره القدم يعني ازم هذه المساله بتكوين نعم لجنه ثلاثيه. هذه اللجنه الثلاثيه انتبهت في امر انتخابات المريخ، وده كان تدخل بصراحه من الاتحاد نعم على الجمعيات العموميه، سواء كانت الجمعيه بتاعت سوداكال او سواء كانت الجمعيه بتاعت حازم نعم مصطفى. هذا التدخل، هذا التدخل بصراحه كان ليوم بعده، وانا كنت عضو في لجنه الانتخابات الوقت ذاك، ولما اتعمل هذا التدخل مع ان كنت مختار نعم لكن طوالي استغلته، استغلت رسميا، ما كنت نعم. انا ما باشرت كل الاجراءات في الجمعيه السابقه. ليه؟ لانه ده طرف ثالث، وانا تكلمت عنه يا اخوان الاتحاد السوداني ما عنده سي في الجمعيه العموميه بتاعتنا. نعم. اصلا الاتحاد انت دار تتعامل معي ما عندي مانع، لكن كونك تقررت تقول لي والله فلان وفلان هم معاك في اللجنه بتاعت الانتخابات او تكون لك لجنه الانتخابات، انت هنا تدخلت، وانت في نصك الدستور بتاعك بيقول اني انا نادي مستقل. ان انا يجي بالتالي ما تتدخل فيه. طيب هذا التدخل بصراحه بتاع الاتحاد، وبعد ذاك عدم الاعتراف بالجمعيه ذاتها، بالجمعيه ذاتها، ده ادى الى انه يحصل كونفليكشن، وحتى الكونفليكشن ده وين؟ نعم حصل هيزيتيشن، تردد حتى صحيح. من الاتحاد في تعامله مع الفيفا مع كاس. نعم. وبالتالي حتى الخطابات كانت بتمشي من اخونا كمال شداد ما كانت واضحه بصراحه، ما كانت واضحه. في نفس اللحظه كان في جانبين بيخاطبوا الاتحاد، جانبين بيخاطبوا الاتحاد، والاتحاد حاول يعمل توفيق وما قدر، وحاول يباشر السلطات القانونيه ما قدر، عقد المشهد. لكن الان ابدا، الان الاتحاد السوداني لكره القدم يتعامل مع جهه واحده وتعامله صحيح، وهو اللي بيدي الباور، الاتحاد السوداني لكره القدم هو بيدي الباور للمريخ في المحافل الدوليه. والان نحن الاتحاد الافريقي خاطبنا رسميا انه يا اخواننا ورونا انتم قاعد تعملوا في شنو، جانا خطاب رسمي الاتحاد الافريقي انتم قاعد تعملوا في شنو، ونحن الان ردينا له انه والله اجراءاتنا حصل فيها كذا وكذا وكذا وكذا، فزلكه كامله على الجمعيه العموميه حتى العقد، ورسلنا له هذا الخطاب، وحنديه برضه تقرير، ايضا حندي تقرير ما بنقدر نخاطب فيه مباشره، لانه نعم. خلنا فيه مباشره بيخاطب بواسطه الاتحاد. نعم فحنعمل خطاب للاتحاد مع انه اللي فيفا عشان تنزل هذه المساله اوتوماتيكلي في. طيب دكتور وانا ابشرك نعم. انه ان شاء الله الامر ماشي بباور قانوني عالي جدا. نعم يعني هذا المجلس الذي سيتم انتخابه في 30 من ديسمبر سيحظى بالاعتراف من الاتحاد الافريقي لكره القدم ما في شك، نعم من خلال مخاطبتكم نعم. ولكن يعني فيما يتعلق بمجلس سوداكال و طيب. وسوداكال لاعب لا نستطيع ان نهمله ابدا في المشهد المريخي، خاصه بعد مخاطباته الكثيره لمحكمه كاس والقرارات التي يعني صدرت من محكمه كاس. وبكل تاكيد هو قد ينتظر نتيجه هذه الانتخابات للقيام باي طعن من الطعون. يعني هل سوداكال لا يزال موجود الان في المشهد؟ هل هناك قنبله او لغم من الممكن ان يكون حاضر؟ هل سوداكال لديه حق قانوني فان يعترض على هذه الانتخابات؟ يعني هذه النقطه ايضا مبهمه نوعا ما، وجمهور المريخ من حقه ان يعرف. يعني طيب اول حاجه يعني الحديث عن ادم سوداكال ينبغي ان يكون باحترام. نعم صراحه صحيح. باعتبار انه هو شخص قدم للمريخ، ونحن نكون ناكرين جميل اذا كان قلنا والله يا اخي سوداكال ما قدم للمريخ، سوداكال صحيح. قدم للمريخ نعم.
ونحن حقيقة اللي بيقدم جنيه واللي بيقدم كلمة طيبة للمريخ نحن ينبغي أننا أكيد نعم نشكر، نشكر صحيح حازم ونشكر أبو جيبين ونشكر من جمال الوالي ونشكر كل من سبقه في إدارة المريخ، كل شخص قدم المريخ نحن نشكره. صحيح آدم سوكال قد يكون عنده بعض المسائل في فهمي أنا يعني عملت هذا النزاع. نعم هو عنده مستشارين القانونيين وأنا لست مستشار لي يعرف، نعم. لكن أنا أؤكد لك الآن من خلال هذه المنصة، من هذه المنصة، إنه سوداكال الآن في المشهد غير ظاهر تماما ولا يستطيع أن يظهر ثاني. نعم أنا بقول لك عادي. ليه؟ لأنه الناس بتتكلم عن كاس. صحيح. طيب أخوانا نجي كمشهد كده، علاقة كاس بالمريخ شنو؟ علاقة كاس بالمريخ شنو؟ يا أخوانا كاس بتجيها خطابات إنه فلان الفلاني مفوض من المريخ في القضايا في التنازع، أنا مفوض من المريخ. فترة من الفترات سوداكال هو الشخص اللي كان مخول له إنه يسمي المفوض، لكن هل حكومة السودان الآن واحدة؟ حكومة السودان تعاقبت صحيح؟ نعم. إدارات المريخ نفسها واحدة بيتعاقب، كل مرة بتتم تسميات للجهات الرسمية. طيب يا إخوان كاس ذاته ليه حاكمة للقضايا الموجودة في المريخ وفي الهلال وكلام زي ده؟ ليه يا إخوان الحاكمة؟ مش لأنه الهلال والمريخ بينتموا إلى كاس، لا لا، لأنه النظام الأساسي بتاعك أنت نصيت فيه إن أنا أحتكم إلى كاس. محكمة التحكيم الرياضية كاس هي نفسها محكمة التحكيم الرياضية دي هي أصلا محكمة بتاعت النزاعات، يعني ما جسم عنده الاتحادات الموجودة ولا هي محكمة. طيب وبيجي بيجي انضمامك لها أو بيوضع نص في نظامك الأساسي إن أنا إذا حصل لي نزاع أنا أحترف به كاس. كاس يبقى بالتالي من هذه الناس تفهم كاس دي شنو؟ إن هي محكمة بتاع التحكيم، ليست جهاز يعني زي الفيفا. الفيفا في كل عدد الدول والاتحادات وسائل بخاطبة، يعني زي المحكمة بتاعتنا القومية الآن. محكمة القومية الآن بيجي محمد خير وبيجي أحمد وبيجي شركة فلان، شركة فلان دي نفسها أحيانا يقول والله حاتم الليل هو المفوض عنها في بعد 4 سنين أو 3 سنين بيجيها المحكمة الدستورية نفسها أنا مفوض عن محمد خير هو المفوض، ما حاتم الليل، لأن الأشخاص بتتغير. نعم. كذلك اخواننا مسألة ان سوداكال الان ظاهر في المشهد، ما اعتقد انه في وجود لسوداكال في المشهد مع احترامي له للمجموعه بتاعته لارائهم، لكن اخر النهايه شنو موجود عندهم؟ انه المفوض فلان فلان ويتغير. الان السلطه بتديها لجنه الانتخابات للمجلس المنتخب ان شاء الله بيخاطب بنفسه كل المحافل النائبي انه الله يدل الممثل بتاعي في الجهه. طيب يعني هذه الانتخابات الكثير من جمهور المريخ يتمنى أن تزل الستار على الخلافات القانونية الكثيرة التي كانت موجودة، وهذه النقطة سأعود إليها بعد قليل. يعني دكتور حاتم الليلي استغل وجودك معنا اليوم في البرنامج، يعني إلى أي مدى هي قادرة تماما على يعني أن تزل الستار على هذه الخلافات، ولا الأمر لا يتطلب فقط احترام النتيجة التي سيخرج بها صندوق الاقتراع أكثر من يعني أن تكون هناك إرادة مريخية أن نتوافق على هذا المجلس بغض النظر عن رأينا فيه من أجل استقرار النادي في النهاية؟ والله هذه النظرة هي حتى لو كانت سارت هي نظرة محترمة جدا جدا، نظرة محترمة، لكن حقيقة هذا المشهد الآن الدائر حواليها هو حيكون نزاع، حيكون يعني نزاع شرس جدا جدا ما بين مجموعات وما بين أشخاص في تولي إدارة مجلس المريخ، وده شيء مشروع يعني. نعم. شيء مشروع، لكن المسألة تكون انتخابية بحتة، حتكون قانونية بحتة. كل شخص الآن، زمان النظام الأساسي بتاع المريخ كله زي 18 مادة تقريبا، الآن 74 مادة. هل تصدق إنه يا محمد خير إنه ال 74 مادة ده من الزول بيخش في النادي، أي زول بيخش في النادي أو بيخش في أي محفل بتاع المريخ الآن حافظ النظام الأساسي. نعم. ويحمل كمية من القانونية، يعني من المفهوم القانوني ما يأهله بأنه يطعن، ما يأهله بأنه يجادل، ما يأهله بأنه. نحن بالأمس كان عندنا اجتماع مع المرشحين ومناديب المرشحين، يعني حقيقة يعني الواحد كان بيفتخر بكمية الوعي الموجود. نعم. عند الناخبين وعند المناديب وعند المرشحين، يعني الوعي ارتفع بصراحة. لكن أنا ببشر الناس ثاني بأنه يا أخوان هذه الجمعية ستقود الناس إن شاء الله إلى استقرار في إدارة المريخ. طيب هذه البشرة يعني فيها نقطة يتحدث عنها أهل المريخ جهرا وليس همسا، إنه
يعني وديها لك بالمثل البلدي اللي ممكن يقولوا لك اي مشجع له، نعم يعني يقول لك يا اخي مثلا المجلس ده لو جاب ابو جيبين رئيس وجكوه من نائب رئيس يعني ممكن حاجة يكون حصل في فيها. خلافات. طيب يعني هل هناك ايضا مشكله في نظام الانتخابات؟ هل يعني الافضل انه يكون نظام القوائم اكثر من نظام التصويت للافراد، ولا وجهتكم شنو؟ كيف ممكن ان نضمن والله مجلس غير متشاكس في المريخ؟ نحن حقيقة مقيدين بما جاء في النظام الأساسي. الاساسي نعم. النظام الأساسي بتاع المريخ ما بيتكلم عن مسألة بتاعت قوائم، بيتكلم عن مسألة بتاعت أفراد في الانتخابات. أنا شخصيا أفضل مسألة القوائم. ليه يا أخوانا؟ نعم نحن مسألة القوائم لأن الناس بتجي مجموعة متناغمة متجانسة، ما بيحصل فيها صحيح. خلافات. وأنا أقول لك يمكن من أخطاء لجنة التسيير، أخطاء لجنة الانتخابات الفاتت لما عينت المجلس بتاع حازم، حقيقة يمكن ما راعت للمسألة دي كثير، نعم وحصل فيهم التشاكس ما حصل ما بين شخصين معروفين للناس من غير صحيح ذكر أسماء، نعم وعملوا تشاكس كبير جدا جدا في إدارة المجلس، وحتى المجلس ذاته ما أدار شيء في الفترة اللي كان فيه، صحيح ولغاية ما نحن غدنا كلية انتخابات وفاق ما بين الشخصين. طيب المسألة بتاعت القوائم بتضمن الاستمرارية وبتضمن التشاكس، نعم بتضمن التناغم، المجلس منسجم منسجم متناغم متناغم، مجموعة ادارات جاية واحده مع بعض. وناس ممكن. نعم، نعم لكن النظام الاساسي ما فيه كلام زي ده، يعني ما فيه نظام قوائم. انت نظام اشخاص، انت شخص تجي ترشح لمنصب معين طيب شخص. بما انك ذكرت النظام الاساسي اجيك للسؤال اللي بعده، اتفضل. انه مشكله المريخ الاساسيه هي في النظام الاساسي، انه كان يجب ان يتم مراجعه هذا النظام الاساسي لانه هو من يمثل العقبه حتى امام اي مجلس سياتي في الانتخابات المقبله. هل توافق على هذا الراي أوافق دكتور على هذا حاتم؟ الرأي، أوافق على هذا الرأي. حقيقة النظام الأساسي في المريخ هو المشكلة الأساسية. والآن الناس، حتى الناس بتتحدث عن المريخ ما عنده نظام أساسي، واحد عنده زي 3 أو 2 نظام نعم أساسي. لكن نحن في لجنة الانتخابات انتخابات المريخ اشتغلنا بنظام أساسي موجود في اتحاد السودان لكرة القدم، وأخذناه كمرجعية. النصوص الموجودة في النظام الأساسي أنا بقول لك عديل كده هي اللي خلقت المشاكل الكبيرة خاصة في المريخ. ما لم يتوافق الناخبين أعضاء الجمعية العمومية لانعقاد جمعية عمومية لتعديل النظام الأساسي، الوضع في الإدارة في المريخ ما بيستقر بسهولة، ما بيستقر، لأنه حقيقة زي ما أنت ذكرتها المشكلة الكبيرة في المريخ هو النظام الأساسي. المشكلة الكبيرة في المريخ هو النظام الأساسي، والنظام الأساسي حتى لما يتعامل في أجواء كانت بتاعت تنازع. وكل الناس اللي أعتقد، يعني أنا ما أقدر أتهم الناس، لكن هذا النزاع انعكس حقيقة في النظام الأساسي. يبقى بالتالي أنا داير أهضم حقك وأنت داير تهضم حقي، ما داري مصلحة المريخ العليا، وإنما هو نظام بتاع صراعات أنا أدير به الصراع الموجود. هل يجب أن يكون الهدف الأول للمجلس المنتخب هو تعديل هذا النظام الأساسي؟ ده أول ما يتم مجلس، أول توصية قال من منصة المجلس بتاع لجنة الانتخابات، توصي بأنه المجلس ده يعمل لي طوالي لجنة أو طوالي يعمل لي جمعية عمومية أنه يعدل فيها النظام الأساسي. وأنا واحد من الناس إن شاء الله إذا ربنا سبحانه وتعالى سمح لي، بحيث أنه نحن نقدم خدمة مجانية للمريخ وخدمة للمريخ، بأنه أنا أقدم له نموذج بتاع نظام أساسي. طيب انا بدي ارجع لبعض التفاصيل الخاصه بالانتخابات دي نفسها، خاصه فيما يتعلق بالفرز، هل سيتم مباشره؟ هل ستعلن النتيجه في ليله؟ ولكن يعني قبل ذلك طالما تحدثت عن النظام الاساسي البعض يتحدث بمفهوم اشمل، انه مشكله كره القدم السوداني، مشكله الرياضه السودانيه بشكل عام هي في القوانين التي تنظم العمل الرياضي. يعني كشخص قانوني وخبير وابن الوسط الرياضي وخبير بالقوانين الرياضيه، يعني هل بالفعل يعني نحن واقعين في هذه المشكلة؟ أنا على سبيل المثال كإعلامي رياضي فترة من الفترات بطلت أستضيف فنيين ومدربين وتحدث عن نتائج مباريات كلها كانت مع خبراء قانونيين والنظام الأساسي فيه مشكلة وقانون الشباب والرياضة لازم يتعدل وكل هذه التفاصيل. هل مشكلتنا الأساسية في الرياضة السودانية هي هذه القوانين التي تحكم العمل الرياضي والتي تفسر مع التفسير والتي تقود إلى طاعون وكأس وكل هذه التفاصيل؟ طيب خلينا نحن نتكلم بشفافية. الوضع ما مضى قانون رياضة نعم ولا قانون جيش ولا قانون، الوضع وضع السودان. يعني وضع السودان بينعكس على القوانين، بينعكس على الرياضه، بينعكس على الفن، بينعكس على المحاماه، بينعكس على القضاء. طيب من هنا انا بقول لك انه الامر بصراحه قد تكون في ازمه في النصوص القانونيه. نعم قد تكون في ازمه في النصوص، في النصوص لكن ولا في طريقه تفسير هذه النصوص؟ لا، في النصوص القانونيه نعم نفسها. ويجي بعد ذاك الوعي للتعاون مع هذه النصوص.
وانا بركز على الوعي من القانونيين على التعامل مع هذه النصوص. نعم. بمعنى انه القانون موجود، ممكن لو جيت لقيت القانون السوداني مع القانون المصري واحد موجود. صحيح. نعم. لكن الوعي في الوعي في تطبيق ما هو نفس الوعي. ما هو نفس الوعي. بتعوزنا حاجه اللي هو الانتماء. يعوزنا الانتماء. نحن لا ننتمي للقانون. نحن لا ننتمي للمريخ. نحن لا ننتمي للسودان. عندنا مشكله في الانتماء. نعم. لو انتمينا للسودان كلنا حنطبق القانون تطبيق جيد. قانون الجناية، القانون الدستوري، القانون، كلنا حنطبق القوانين الموجوده في السودان. لو انتمينا للمريخ او انتمينا للهلال حنطبق القوانين الموجوده في الهلال بصوره نظرتنا لها بتكون. بالتالي احنا بنقول يا اخواننا عندنا عدم ثقافه او عدم وعي في الثقافه القانونيه، عدم وعي بس بالالفاظ دي، عدم وعي في الثقافه القانونيه. يعني انت اي نعم بتعرف عندك ثقافه في القانون، لكن كيف تتعامل مع هذا القانون بانتمائك له؟ اول حاجه احترامك للراي بتاعه. انا امبارح في اجتماع قاعد واحد بيقول بلا نظام اساسي بلا كلام فارغ. هل هذا شوف انت طول وضحت قانون بتقول لا نظام اساسي ولا كلام فارغ، وفي زول يقول لك يا اخي انت السودان هو وضع مثلا القانون الجنائي، السودان هو اللي وضع القانون الجنائي. نعم في ناس فوق هم بيشكلوا الموضوع، لكن اخر النهايه القوانين صادره من الشعب. واحد يقول لك والله يا اخي الماده دي، وتلقى ما بيفهم اني جات لي الماده دي يا اخي، تخيل لي حقنا غيرها، لانه وهو ما يملك من الوعي الكافي بحيث انه يخليه. نعم. التخصص عندنا ما محترم، معليش يعني التخصص عندنا ما محترم، وممكن يدير المساله القانونيه نفسها وتفسير المساله القانونيه ناس ما قانوني. اللي هو خبير قانوني بقت موضة في فترة من الفترات يعني. والله الخبير القانوني موضة، والخبير الاستراتيجي موضة، والخبير الرياضي بقت موضة. لكن لكن بصراحة لا 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 أنا بقول القانوني من هو اللي من القانوني مثلا احنا عشان نشكل انه القانوني هم من اللي ممكن احنا نقول دي القانوني ما قال. طيب يا اخوان في قوانين احنا الان في الموضوع بتاع قانون الرياضة، قانون الرياضة احنا ناس معروفين، مش ناس بنقول ما بنعجب نفسنا على فلان وفلان وفلان. نعم. لكن والله في ناس معروفين في قانون الرياضي موجودين، وفي ناس مناسبه ما من المحامين ولا من القضاء، لكن تشرب القانون الرياضي تشرب زيدين ممكن تسوقهم معك اشكاليه شنو يعني، طالما في فهم قانوني واحد. لكن انا افضل الشخص القانوني المتخرج بشهاده قانونيه زايد معرفته بال نعم تخصص، يعني لازم يكون يعرف القانون الرياضي. يعني ما اي محامي ما اي قاضي ينفع في القوانين الرياضيه، لازم يكون في ناس متخصصين في القانون الرياضي. كذلك يا اخواني في قوانين الهندسه وقوانين الفيزيك في ناس متخصصين في القوانين دي، في ناس خاصين في البحار بس. في عندنا ناس محامين ما عندهم شغل غير البحر، بصفهم في البحر. وانا بحترم التخصص بصراحه، فانا بجي افتي انا زول قانوني. نعم. لكن لا استطيع ان انا افتي في البحر اكثر من مثلا فلان الفلان المتخصص في موضوع البحر. لكن انا كشخص رياضي ومما نشأت في موضوع القوانين الرياضيه بعتقد نفسي ان انا ممكن ادلب يدلبي في الرياضي. طيب يعني هل هناك مشكله في، ليس هناك مشكله في النصوص نفسها يعني دكتور حاتم، ولكن هل المشكله في التعامل معه ولا في تفسيرها؟ لانه بتلقى نفس الماده تفسر باكثر من تفسير ويتم الطعن فيها، ولجنه الانضباط تطلع قرار، تجي لجنه الاستئنافات تقول لك لا القرار ده غلط، وكل هذا كل هذا اللغط. يعني هل لدينا مشكله حتى في صياغه النصوص نفسها؟ هو طبعا يعني نعم. في مقوله بيقول لك والله ما عمل القانون الا ليخترق، ما عملت النصوص الا تخترق. طيب وان انت حاولت تعمل لك نص جامع مانع ممكن تعمل، لكن برضو من الصعوبه بما تعمل نص جامع مانع 100%. كل حاجه لها، كل قاعدة استثناء. أيوة. أي قاعدة لو احنا في القانون، القانون بيقول لك كل قاعدة لها استثناء. نعم. هذه الاستثناءات اللي بيتكلم عنها القانون يعني بتجيب الثقرات دي، بتجيب والقانونيين. نعم. ما شاء الله في السودان بيعرفوا في الطعون وبيعرفوا في الثقرات أكثر من الناس السودانيين في استعمال تكسير القانون. نعم. أكثر فهما من تنفيذ القانون، أكثر فهما، وكان بدأنا مسلم. نعم. منها أكثر فهما من يعني الحفظ على المادة، حفظ المادة وصيانتها. نعم. أقل من تكسير المادة وهدمها والتعاون معها. لذلك تلقى المحامين في السودان كتار جدا. نعم. محامين كتار خالص. كل زول دار يطعن. ممكن أخوة عندنا أنت قبل قلت ناس الجنباز معانا في الفقرة. نعم. الجاية. ولو سألتهم قلت لهم يا أخوانا عبر الفترة اللي أنتم شغالين فيها أنا بعرف ناس اخونا محتاج شغالين بدري، واخونا مع مولانا محمد عثمان شغالين بدري في موضوع الجمباز.
لكن شوف كمية الخلافات وكمية الجمعيات العمومية بتقوم صحيح. والتناقض اللي نعم حصل بيناتهم، بتلقى الناس لابد لبعض. ده الوعي اللي بتكلم عنه أنا. نعم ما في مشكلة، أنت استعمل القانون، استعمل القانون بأن في في تجاوز، استعمل وحتى القانون بتاعك. استعمال القانون كان يكون يعني في بعض الأحيان لأغراض سياسية. يمكن اتحاد الجمباز عانى من حل 7 اتحادات في فترة من الفترات بسبب انتخابات لجنة أولمبية وكل هذه ده الكلام التفاصيل الكبير يعني. اللي كنت بتكلم معك نعم فيه، انه القانون النصوص موجوده، هي نصوص، لكن التعامل مع هذه النصوص في عدم وعي. يعني انا بجي بتعامل مع النص بكيد سياسي، بتعامل مع النص بكيد انتمائي، نعم كيد انتمائي. يعني انا الان بشجع مثلا في لجنه الانتخابات، اذا بشجع واحد من اعضاء لجنه الانتخابات، اقوم اتماهل في اجراء من الاجراءات لصالح فرد من الافراد، وده عدم وعي قانوني. كذلك ناس الجمباز اللي انت تكلمت عنهم في الوزير الفلاني، الاتهام ده جاهز بالنسبة لكم في لجنة الانتخابات في حال فوز فريق معين، على اعتبار أن لجنة الانتخابات هي عينته كرئيس لجنة التسيير، وحتى صدرت بعض الاتهامات في ذلك الوقت أنه كان تعيين سياسي أكثر منه اختيار منطقي لضمان استقرار في المريخ. ده والله اتهام جاهز هو لكم طبعا تماما طبعا يعني. الاتهامات نعم في المجال بتاع المريخ يعني اصبحت مقبوله. ليه؟ لانه الجو ذاته يعني زي نعم ملغم، بيقبل اي شيء صحيح. اي شيء، لكن كمنطق وكحقائق حقيقه ما عندنا اي انتماء سياسي. انا واحد من الناس لا اعرف السياسه اكثر، نعم يعني اقدر احلل سياسيا، اقدر اعمل سياسي، لكن والله ما عندي اي انتماء سياسي. حتى المرشحين اللي بيتكلم عنهم الناس دي انا لا حصوت ولا ضمان للشفافيه، عندي حق التصويت لكن انا ما حصلت، انا لجنه الانتخابات ما حصلت. نعم القانون الدستوري النظام الاساسي ما قال اللجنه ما تصوت، نعم ما منع منها الحق، لكن احنا الينا عن نفسنا كلجنه انتخابات نعم ما نصوت. اما مساله الكلام عن انه والله يا اخي المساله كانت سياسيه، طيب نيجي نشوف مثلا، جيب المجلسين اللي تم تعيينهم، منو السياسيه مثلا؟ افراد بتعينهم منو السياسه مثلا؟ ما هو السياسه الان يا برهان يا حميدتي يا لي مقاومه، من انا زول جري، شايعه انا ومن زول انا حلفه. انا زول انا زول جريء جدا، لا ولجان ما زين. مقاومه او مثلا نعم او احزاب، هؤلاء الاشخاص دول لو شفتهم حركات مسلحة ظهرت، إدارات أهلية، تفاصيل كثيرة. والله شوف نعم انا اكلم الكلام، احنا ما بنتعامل مع مجموعات اصلا، حركات مسلحه ولا حزب سياسي، بنتعلم مع محمد خير. محمد خير هو انتمائه للهلال او انتماء المريخ، دي مساله، الانتماء دي مساله فطريه، نعم مساله فطريه ما تقدر تمنعها. انا انتمي اقتصاديا او انتمي لعمل معين او انتمي لجهه معينه، في اقتصاديا ما في مشكله، انتمي لجهه وجدانيا دي ما في مشكله. انا انتمي مثلا، لو قلنا الان معتصم جعفر رئيس اتحاد السودان لكره القدم، معروف انه هو هلالي او من رخابي معروف نعم يعني، لكن يا اخوان احنا ما بنلومه على انه والله يا اخوان انتمائه ده نعم صح ولا غلط، الانتماء ده شيء فطري. بنلومه متين؟ بنلومه على انه انت معتصم جعفر والله يا اخي ميلته للفريق اللي انت بتشجعه، من غير ذكر معتصم ده هلال ولا من رخابي، نعم انت بتشجع احنا بنلومه في حته زي دي. الانتماء شيء فطري. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشوف نفرين في المسجد بيتصارعوا، بميل بشجع واحد، نعم ده ميل فطري ما فيه حاجه. صحيح. بعدين انا سمعت كلمه جميله جدا جدا من المرحوم حسبه، الدكتور النفسي نعم حسبه، ده كان من اكبر الدكاتره النفسيين موجودين في السودان، فبتذكر انه قال كلمه جيده جدا هنا في الرادي سمعتها، قال يا اخوان الانتماء يعني صحه نفسيه صحيح. عاليه، اذا انت ما منتمي معناته صحتك النفسيه ما عاليه. طيب نجي لاجراءات الجمعيه العموميه نفسها. بالنسبه للفرز حيكون مباشره لو اكتمل النصاب في نفس اليوم لو ولا؟ اكتمل نعم النصاب في نفس اللحظه، عشان احنا ما في ناس، في ناس كبار في المريخ ما بيقدروا يقعدوا كثير، نعم اذا اكتمل النصاب في نفس اللحظه باب الدخول بيكون فاتح والتصويت بيكون فاتح. طوالي بيبدا اجراءات التصويت، متى ما عملت 1450 طوالي هنبدا بتبدا التصويت. اجراءات نعم التصويت. ونحن كمان حنعمل سنه كبيره كويسه جدا جدا، حنادي طبعا بالشخص اللي داخل، اول زول دخل ده بينادي نعم بيه عشان ما يقعد كثير. لكن كمان في ناس كبار وليهم قاماتهم وليهم، احنا ما بنقلل ما بنفصل، لكن احنا كمجتمع سوداني تعودنا نحترم الكبير. فالكبار، الناس الكبار في السن من مريخ الدارج يحافظ، بنديه الاولويه في انه يخش عشان ما يقعد، لانه قد يكون عنده نعم مرض يمنعه او عجز يمنعه من القعاد، نعم فبنديهم برضه اولويه يعني. نعم يعني الفرز بعد نهاية الاقتراع، الفرز نفسه اول ما انتهت مساله التصويت المناديب كلهم موجودين وقاعدين
نوريهم الصناديق بدايه قبل الانتخاب بنفرغها لهم، نوريها يجي يشوفوها فاضيه فارغه ما في اي شيء ما في اي عيب، خلاص يقولوا عيب ما في عيب، يبدا التصويت بنقفله بيطبل. بعد التصويت بعد التصويت بكونوا حاضرين، ده الصندوق بتاعك اي ده الصندوق بتاعك، ما اتفتح ما اتفتح يا اخوان احنا هنبدا نفتح الصندوق، انت شايف يا مرشح وانت شايف يا مندوب، مندوب احنا هنبدا نفتح، يبقى بالتالي ما في ورقه جات خاشه وهو قاعد، ولو هو قاعد وخشت ورقه يكون قاعد ساكت صراحه يعني. فهو ما حريص صحيح، طيب لكن انا حريص، انا في كل صندوق مقعد لي محامي رسمي، في كل قاعد لي محامي زول محامي قاعد عينه على الصندوق ده، ما عنده ده زول مساعد لي انا في الانتخابات، جبنا محامين مساعد الانتخابات، عندنا 30 مساعد، عندنا 30 مساعد عشان يساعدونا في اللجنه في العمل الانتخابي. بعد ذلك بيبدا الفرز، كل صندوق بيتفرز براه رئيس، رئيس الاداره مجلس الاداره براه، نائب رئيس مجلس الاداره براه. بعد ذلك عندنا مقاعد للشؤون الرياضيه، نعم. للمراه، للثقافه، للمال والاستثمار، ده كلها يعني بكل صندوق بيكون برضه براه، فرز بيحصل بعد من ضمنها تطلع نتيجه. كل الناس نعم. حتى المناديب من حقهم يعدوا معانا ونحن بنعيد برضه، بعد ذاك بنوافق الشيء اللي عدوه النازل مع الشيء اللي عديناه، واذا تساوت الاصوات بنعمل عمليه انتخابيه للعضو اللي تمت فيه او للمنصب اللي تمت فيه التساوي. نعم، انا داير انوه الاعاده دي بتتم متين؟ في نفس الوقت، ما في مشكله يعني. في حاجه بس داير انوه ليها، تفضل. في ضوابط الدخول، احنا كان النظام الاساسي بتاع المريخ بيتكلم عن لازم يكون في بطاقه او جواز او اي بطاقه بقانون ساريه المفعول، ان احنا متشددين بهذه المساله، وحتى حننوه للاخوه الاعضاء الجمعيه العموميه بانه اي دخول بواسطه صوره في موبايل، يعني ما يجي يقول لي والله دي صورتي بتاعت البطاقه بتاعتي في الموبايل، او يجيب لي برنت اوت من صوره، لا بطاقتك الشخصيه او جوازك الأصل. معاك الاصل، عشان ما نكون عشان ما من السي ننوه المساله دي، بانه عشان ما نجي نحرج زول ولا نضيع حقه الانتخابي، الناس المفروض تكون عارفه هذه المساله. نعم، لكن هذه يعني مساله العضويه تحديدا، الجميع يشكي في قصه العضويه المستجلبه، وان عضويه فلان وعضويه فلتكان، وده عنده 100 وده عنده 50، والان واضح تماما في المجتمع المريخي حاله الاستقطاب الموجوده. هو مساله العضويه بدايه اخواننا في لجنه اسمها العضويه، هي اللي بتشرف على العضويه. ثانيا انت ما ممكن تكون يعني تمنع شخص بانه ينتمي للمريخ، المريخ ده ما حقك. نعم. طالما انا شخص بدفع اشتراكات وملتزم بشروط العضويه، يبقى بالتالي لا انت تجيني في الكشف بتاع العضويه، المريخ ده ما بتاع زور. مساله انه حصلت تجاوزات في العضويه وكلام زي ده، انت كان عندك حق تطعن في هذه التجاوزات، تقريبا كان عندك شهر كامل اطعن في هذه التجاوزات اللي حصلت، قول والله يا اخوانا محمد خير ده اصلا ما عنده ايصالات ولا عنده، او فلان مات، فلان مات وما سحبته من الكشف، او فلان، ده كله اخر النهايه ما بينفعك. انت اخر النهايه فتح لك حقك كامل في انك تطعن في العضويه بتاعت النادي وانت ما طعنت، او في ناس طعنت فعلا، في ناس طعنت فعلا لكن ما جاء، ما يعني في ناس طعنت فعلا قلت السينما رجعت قالت يا اخوانا جيبوا النازل نعم ودوهم، صحيح اي ودوا النازل في الكشف النهائي للقضيه. طيب المجلس الذي سيتم انتخابه حيستلم مهامه الرسميه مباشره بعد الانتخابات، ولا في فتره بتاع الطعون ايضا في هذه النتيجه؟ اطلاقا انت بتستلم طوالي ما انت الوضع خلاص اكتسبته، ما بيتغير هذا الوضع الا بقرار جديد، ما انا اتعينتها خلاص اتعينتها، بيبقى الاصل ان انا تعينته، الداري خالف هذا الاصل يجي يطعن فيني ويشيلني بعد ذاك، تجي ما انا زي ما انا تعينته تجي الاستئنافات تقرر الله يخليه مجلس صغير ويجيف الاشكاليه شو. في ناس حتكون شايله طعون للموضوع ده بالتاكيد، بالتاكيد نعم بالتأكيد الممارسه الرياضيه، وان كان البعض يراها ان دي قمه الممارسه القانونيه، والبعض يراها ان هي يعني لا تعطي اي مجلس الحالة بتاعت الاستقرار المفروض يكون موجود فيها وقاعد فيها عشان يعني يعمل بـ 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 مسألة بشكل الاستقطاب كبير. اللي بيل اتكلمت عنها، مسألة الاستقطاب دي شيء طبيعي، كل مرشح بيحاول يفوز وبالتالي أنا استقطب، لكن هذا الاستقطاب يكون خارج يعني النادي، يكون خارج مقر الجمعية. نعم، استقطب مقر الجمعية حيكون نادي المريخ نفسه. نادي المريخ نفسه. نعم، الباب حتفتح الساعة كم؟ تفتح بالضبط الساعة 2 ظهر. نعم. نفتح 2 ظهر إلى الساعة 5. اي شخص داخل النادي
حتى لو اجراءاته ما تمت بتاعت الدخول، هو حيكون داخل الجمعيه العموميه. لطالما هو دخل في البوابه نعم يبقى هو عضو بتاع الجمعيه العموميه، اجراءاته اذا كانت سليمه بيخش، اذا ما كانت سليمه لكن الاجراء بيتعمل له حتى لو الساعه 8 مساء، طالما هو خش الحوش بتاع النادي نعم يبقى بالتالي هو عضو بتاع الجمعيه. الدخول بس سيكون مقتصر على اعضاء الجمعيه اعضاء الجمعيه العموميه. العموميه نعم اي شخص نعم اطلاقا ما في زول حيخش. عندنا تامين كامل ان شاء الله يعني لهذه المساله يعني. نعم ان شاء الله يعني هذه الجمعيه العموميه تمر بافضل صوره ممكن، لانه استقرار نادي المريخ مطلوب من اجل طبعا نجاح كره القدم السوداني. الهلال يكون مستقر، المريخ يكون مستقر، هو امر بكل تاكيد الصف مصعد كره القدم السوداني. ولكن يعني هناك نقطه اخيره دكتور حاتم يعني يجب ان نتحدث عنها، وهو ان البعض عاب على اهل المريخ في الفتره الماضيه وفي ظل طبعا يعني المشاكل التي مر بها المريخ والوصول الى هذه المرحله، وان الناس الان تامل ولا تتوقع ان تكون هذه الانتخابات هي نهايه هذه الفتره الحرجه، وان ياتي مجلس متناغم منسجم يقود المريخ الى بر الامان. انه غاب دور المريخاب، غاب دور كبار المريخ، يعني ظهر تشرذم في الوسط المريخي اكثر من الوفاق الذي كان عليه المريخ طوال السنوات الماضيه. طيب ذكرت مساله مهمه جدا جدا اللي هو الاستقرار الاداري في المريخ. نعم. ونرجع شويه كده لورا، نرجع شويه كده لورا وناخذ بعض النماذج، ما ناخذها كاشخاص انما ناخذها نعم كمجموعات اشتغلت من غير نقول المجلس اللي كان فيه صلاح ادريس والفتره اللي كان فيها جمال الوالي كان فيها استقرار، نقول حتى لو ما نسبيا نقول استقرار، نقول نعم. استقرار تام والله صراحه. شوف كميه النتائج تحقق في ظل الهلال والمريخ، يعني صحيح. النتائج كانت ايجابيه في 100. فترة ذهبية لم تكن فقط للهلال والمريخ وانما كانت حتى لمنتخبنا الوطني العودة نذكر للمشاركة في كأس افريقيا. نذكر فترة اخونا الكاردينال في الهلال، نعم يعني شهد نجاح ما صحيح. عادي. ليه؟ مش لان الكاردينال بيعرف يدير كويس، لا ابدا، لانه في استقرار حصل الان. انا بعتقد انه الهلال برضه الان بدا يفتش عن الاستقرار وناشد له. الان الوضع في الهلال برضه بدا يستقر، كذلك نامل انه الوضع في المريخ ان شاء الله يحصل هذا الاستقرار، ومنه المريخ ينطلق، والمريخ ان شاء الله منطلق يعني. وانا بقول كلام من الحين بقول لاخواننا المريخ ده مريخ رجل صالح. لو ما رجل صالح يا اخواننا شوف كميه النكبات اللي مرت على المريخ في فتره 3 سنين و4 سنين اللي فاتت دي، ولا زال صامت، لا زال صامت. اي فريق ثاني غير المريخ صدقني كان دق الدرجه الثالثه. ونسى ان شاء الله المريخ يعني حيعود كما بدا، وحيكون في المصاف الاولى ان شاء الله بعد الانتخابات دي، وان شاء الله حقي له الاستقرار ان شاء الله. اشكر جزيل الشكر الدكتور حاتم الليلي نائب رئيس لجنه الانتخابات والناطق الرسمي باسم اللجنه، شرفتنا ونورتنا اليوم في قناه البلد. شكرا. شكرا لك. لك فاصل، وبعد الفاصل نستقبل الاتحاد الجديد للجمباز قمان.